بسم الله على بركة الله. المكونات: عندي 600 غرام من طحين أبيض فورس مغربل، ملعقة كبيرة ديال النافع مطحون ومغربل مزيان، ملعقة صغيرة ديال القرفة. خديت هنايا كاس ديال الزنجلان ما يعادل 100 غرام، كتعبروا 100 غرام ديال الزنجلان حبوب، كتسخنوه شوية في المقلة ما يكونش محمر بزاف، كطحنوه وهو سخون كنحصلوا على الزنجلان اللي كيكون هكا معلك ما كيبقاش يعني مهرمش، ضروري ما طحنوه مزيان. عندي هنايا نصف خمارة ما يعادل ملعقة صغيرة غير مملوءة ما يعادل بالغرام 4 غرام، ملعقة كبيرة ديال الخل، خل عادي، صفار بيضة، القليل من الجوزة اللي هي جوز طيب، رشة خفيفة، رشة من الملح، عندي شوية ديال المسكة حرة مدقوقة مع الطحين، جوج حبات ديال المسكة حرة كندقهم في المهراز مع الطحين. عندي هنايا كأس غير مملوء فيه زبدة مذابة نوازيت، فيه زيت نباتي وفيه زيت الزيتون ما يعادل بالغرام غديروا 120 غرام، يعني حتى كتخلطوهم عاد كتعبروا 120 ملل ديال هاد المكونات الثلاث اللي هي الدهون. الزبده كندوبها حتى كيحيد منها الشوائب كامله، الحليب ولا اللبن ولا هذاك الماء اللي فيها، كتكون زبده نوازيت اللون ديالها بني تقريبا، كيكون عندي هاد القياس الزبده. كنزيد زيت نباتي وكنكمل بزيت الزيتون. عندي ربع كاس من ماء الزهر نقعت فيه شعيرات ديال الزعفران الحر، اللي ما عندوش يستعمل الزعفران الاخر العادي. غادي نصفي ماء الزهر والشعيرات اللي بقاو ليا غادي نضيف ليهم الماء اللي كيكون دافي هو باش غادي نعجن. بالنسبه لخميره الخبز انا ما استعملتهاش، من الافضل بالنسبه لخميره الخبز انا ما استعملتهاش، اي اخت مبتدئه ما ديرهاش، انا غالبا كنديرها كتكون قد الحمصه. دابا انا غادي نعجنها ونخليها تبات في الثلاجه حتى الغد لي عاد غادي نخدم بها، او ممكن تعجنوها وتشبكوها وتخليوها كتبات عاد تقليوها الغد لي، يعني ما فيهاش الخميره ديال الخبز. اللي بغا دير خميره الخبز دير قد الحمصه صغيره. كنضيف الكوزه، رشه خفيفه، اللي ما بغاتش ديرها ما ديرهاش، شويه الملح، شوية المسكة حرة مدقوقة مع الطحين، ملعقة من الخل، خميرة ديال الحلوة، صفار بيضة، المزيج ديال الزيوت اللي ذكرت لكم، وغادي نصفي ماء الزهر. هادو غادي نضيف ليهم الماء دافي. بعد ما خلط المكونات كامله مزيان غادي نضيف الماء دافي اللي صفيت فيه هذوك الشعيرات حتى تطلقوا شويه، ما كيكون دافي كنضيفوه شويه بشويه، ضروري العجينه ما تكون قاسحه. كنبقى نضيف الماء شويه بشويه، هانتوما العجينه كتجمع، ولكن ما خصهاش تكون مرخوفه، الا بغيتوها تجيكم معلكه وهشيشه خصها تكون شويه قاسحه. بارك عليها، ما غاديش نبقى نضيف. بالنسبه لكميه الماء تقريبا كاس الاول زائد كاس الا ربع كاس الثاني، جوج كيسان يعني ما عامرينش، وهذا راجع لنوعية الطحين اللي عندكم. كما لاحظتوا هكا خاصها تكون عجينة اللي متماسكة، انا غادي ننزلها شوية في سطح العمل وكنديها ونجيبها دلك خفيف
حتى كتنسجم العناصر كامله. غادي نقسمها كويرات وندخلها للثلاجه كما ذكرت لكم، غادي نخليها تبات ليله كامله. اللي عندها الوقت تخدمها مباشره، واللي ما عندهاش تدخلها للثلاجه حتى الغد ليه وتخدمها. كما لاحظتوا هذا هو القوام ديالها، قاصحه ولكن ماشي قاصحه بمعنى كتفرتت، قاصحه ولكن نقدروا نخدموها. يعني ذلك خفيف فقط، ممكن ديروها في قطعه ديال البلاستيك، يعني ديروها 10 دقائق وتخرجوها كتعركوها شويه وتعاودوا ترجعوها للبلاستيك، بهذا كتجي بحال مدلوكه. قسمتها لخمسه ديال الكويرات، حاولوا نقادوهم. العجين خرجته من الثلاجة، نخليه كيطلق شوية وكنبدا كنطلق في الكويرات. طلقت الكويرات كاملين، غادي نبسط الاولى ونقطعها اشريطة ونرققها بالدلاك، عاد غادي ندوزها في الوراقه. اللي ما عندهاش الوراقه تستعمل غير الدلاك فقط، ماشي ضروري الوراقه، المهم ترقوا العجينه ديالكم ما تخليوهاش غليظه. قطعتهم كاملين، كناخدو الأشرطة وندوزهم بالدلاك، عاد غادي نرققهم في الوراقة السمك اللي كتبغيو نتوما. بعد ما دوزتها في الوراقة ممكن ديرو هاد الناعورة هادي اللي خدمات ليها واللي كترتاح فيها ديرها، اللي ما بغاتش دير الناعورة العادية تقطع خمسة الأشرطة ولا ستة وتشكلها بالطريقة اللي كتناسبها. تشكيل ما شاء الله راه كاين بزاف طرق، سبق لي ودرجت معكم طرق كثيره، غادي تلقاوها في صندوق الوصف. اللي بغات دير هذه راه ممكن ديرها، بزاف الاخوات اللي طلبتوها مني ممكن ديروا هذه، ممكن ديروا الناعوره العاديه. هذه كتبغي شويه الخطر، كتبغي انك تفورسي عليها وتضغط مزيان باش ترشم ليك. باش يجيكم العمل سهل كتاخذوا الاشرطه، يعني عدد كثير ربعه ولا خمسه ولا اكثر، كدوزهم بالدلاك عاد بالوراقه كترقوهم حسب السمك اللي بغيتو. كدوزوا هاد الناعوره هذه كتعطيكم قياس واحد كما لاحظتوا، اللي ما مقطعش لينا كنقطعوه بالجراره كنحصلوا على قياسات واحده. اللي ما بغاتش دير غير الناعوره العاديه كنحصلوا هنا على خمسه ديال الاشرطه. كنهز الاول كنحط الثاني، كنعاود نحط على الثالث والاخير، كنهزو ثلاثه الفوق وجوج لتحت، كيكونوا دائما ثلاثه الفوق وجوج لتحت. هذوك اللي كيبقاو لتحت كنلاقيهم مع بعضهم، كنحاولوا نقادو الشباكيه ديالنا تكون مقاده، نضغط مزيان على الجوانب، ضروري ما تضغطوا مزيان. الى بان لكم ان كاين فائض ديال العجينه كتقطعوه بالناعوره العاديه بالجراره العاديه ولا بموس، هذا هو الشكل المحصل عليه. الطريقه راه سهله، كنستمر بنفس الطريقه، كنبسط بالدلاك عاد الوراقه كما لاحظتوا، ما كتبقاش لينا كميه كثيره ديال العجين، كنحصلوا على اشكال متساويه. ديروا هذه الطريقه هذه، قطعوا الكميه ديالكم كامله، قطعوها غير الا لاحظتوا ان الجو عندكم يعني سخون ولا بارد، المهم غطيوا العجين ديالكم باش ما ينشفش، باش الوقت اللي كتبغيو تشكلوه كيكون ساهل.
قطعوهم كلهم هكاك مربعات واحتفظوا بهم، وكتبداو تشبكوا مباشره، ماشي نقطعوا واحد شويه ونشبكوا، يعني كيجي العمل صعيب. هنا انا صورت لكم بالجهه الاخرى كما كتشاهدوا، كنحيدو بكل سهوله، غير ضروري تضغطوا مزيان على هاد الناعوره هذه. كنهز الشريط الاول كنحطو على الثالث ونعاود نحطو على الاخير، كيكونوا عندي ثلاثه الفوق وجوج لتحت. كنقصو مزيان دوك الجوانب، نقاد الجوج اللي كيكونوا بوحدهم، نقاد الشكل ديال الشباكيه ونضغط، ضروري تضغطوا مزيان على الجوانب، كنحيدوا الفائض الا كان. هذا هو الشكل المحصل عليه، كنستمر بنفس الطريقه، راها سهله وواضحه. نخليكم مع مشاهده الفيديو. وضروري العجينه كما ذكرت لكم ما تكون قاسحه الا بغيتوا تحصلوا على الشباكيه اللي هشيشه. واللي بغات كنأكد دير قبيصه خميره ديال الخبز ديرها، ماشي مشكل، ولكن بشرط تخدمها في نفس اليوم، يعني تكون خميره الخبز وتخدموها في نفس اليوم باش ما تخمرش لكم. كنحلوا الاشرطه ديالنا كاملين، الاول كنحطو على الثالث وعلى الاخير، ثلاثة الفوق وجوج لتحت. كنقادو دوك الجوج اللي بوحدهم، كنقرص هذوك الجوانب اللي كيهبطوا لتحت هما اللي كيكونوا دابا في الوسط. كنسرح مزيان وكنضغط على الطرفي ديال العجين مزيان، نغلقوهم مزيان، نحيدوا الفائض ما نخليوهش، صافي. وكنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الطريقه ديالي. اي تشبيكه كترتاحوا فيها ديروها، المهم هو العجين وطريقه العجين والنصائح اللي كنقدموا، يعني كل اخت راه كتفيد بكل ما كتعرف. ودائما اي حاجه كنبغيو نحضروها الا وكتبغي الخاطر باش نجحوا فيها باذن الله. كملت الكميه ديالي كامله، هي هذه اللي كنحصل عليها كما كتشاهدوا. ضروري ما تخليوها حتى تنشف، تنشف مزيان عاد تقليوها. بالنسبه للعسل ضروري يكون عسل ثقيل وبارد، يعني حضروا بواحد المده قبل كيكون العسل ديالكم بارد، ما تسخنوش نهائيا. الشباكيه كتكون سخونه كتحطوها في العسل بارد كتشربوا، الا حطيتوها في العسل اللي كيكون دافئ او سخون ما غاديش تشربوا، وضروري يكون العسل ثقيل، كنأكد عليها. بمجرد ما كيسخن الزيت كنقصوا عليه، نخليو نار متوسطه ما تكونش نار قويه، وكنرميو الشباكيه. بعد ما كتشد راسها وكتبدا كتحمر من الجهه اللي لتحت كنقلبوها الجهه الاخرى، كتشد هاد الويه اللي كيكون ذهبي، ما تخليوهاش خضره وثاني ما تخليوهاش تحمر بزاف حيت في العسل كتاخذ اللون ديالها. كنسقطرها مزيان من الزيت وغادي نوضعها في العسل اللي كيكون ثقيل وبارد. كنكبوا عليها العسل من الجناب حتى تهبط في العسل، ونخليوها حتى نقليو القليه الثانيه. في حاله تسخن لكم الزيت بزاف كتبردوه بشويه ديال الزيت، صافي راه طابت ليا المقلة الثانية. غادي نبدا نحيد هادي من العسل، ضروري نتسقطر مزيان من العسل. كملت الشباكيه كامله كما كتلاحظوا، كلها كتجي مجعبه وشاربه العسل. هذه كاضافه كما قلت لكم في الاول، خليت شويه ديال العسل غادي نكبه من الفوق ماشي كامل حتى تسقطر مزيان، عاد غادي ندير لها زنجلان، ممكن ديروا لها حتى اللوز الفيلي اللي كيكون محمر كتهرمشوا شويه، كيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. ممكن هذا العسل تضيفوا ليه شويه ديال الجليكوز. بعد ما تسقطرات من العسل كندير ليها زنجلان اللي محمر، كديروه في واحد القريعة باش كيسهل عليكم انكم ترشوها. الشكل النهائي للحلوى كما كتلاحظوا كتجي رائعة جدا، كلها مجعبة وشاربة العسل.
نشاهدوا مع بعض قطعة كيفاش كتجي. كتجي رائع جدا، كتجي مهشيشة ومعلكة.